صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والسعادة والإيجابية. أصبح عليكم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. نرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي ومن إذاعة نور دبي. أصبح على مخرجنا المبدع سعيد المر، وفي التنسيق والمتابعة أختنا ميرا الغفلي. وطبعا برافقكم في حلقة اليوم محدثتكم آمنة آل علي. برنامج صحة وسعادة هو برنامج إذاعي يومي نسلط فيه الضوء على خدمات هيئة الصحة بدبي، ونحاول نحسن من نمط حياتكم ونخلي نمط حياة صحي وسعيد. وفي حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندنا اليوم فقرة مميزة بنتكلم فيها عن الزعفران وأهميته الغذائية وعلاقته بالصحة النفسية. وفي ختام حلقتنا اليوم بيكون عندنا فقرة مهمة عن التحضيرات النهائية لانطلاق الحدث العالمي الكبير إكسبو دبي 2020. ومثل ما عودناكم أعزائي المستمعين، نبدأ برنامج صحة وسعادة بخبر محلي أو عالمي. خبرنا لليوم يقول: دراسة تكشف فائدة المشي 7000 خطوة فقط في اليوم. خلصت دراسة إلى أن الأشخاص في منتصف العمر يمكن أن يقللوا من مخاطر الوفاة المبكرة بأكثر من الثلثين عن طريق المشي 7000 خطوة فقط يومياً. ويقول الخبراء أن نحو 2100 بالغ تتراوح أعمارهم من 38 إلى 50 عام يرتدون مقياس التسارع من عام 2005 ل 2006. راقب الفريق النتائج الصحية للمرضى لمدة 11 عام في المتوسط، وتبين أن أولئك الذين يمشون 7000 خطوة يوميا كانوا أقل عرضة لمخاطر الوفاة المبكرة من أقرانهم اللي ما يمارسون الرياضة. ولوحظ أيضا أن أضيف هذه الدراسة إلى نتائج أن الدليل على أن 10000 خطوة شاعت هذا الدليل أن 10000 خطوة من خلال حملة تسويقية عام 1965 كان نوع من المبالغة. يعني الخبر اللي انتشر في هذاك العام اللي يقول أن الإنسان لازم يمشي 10000 خطوة كان مبالغ فيه. وتأتي ممارسة النشاط البدني بانتظام مع فوائد صحية كبيرة للعديد من الحالات، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع مختلفة من السرطان. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة أسبوعياً، أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي. وبوتيرة سريعة نقول يستغرق الشخص العادي حوالي 70 دقيقة للمشي 7000 خطوة، مقارنة بحوالي ساعتين للمشي 10000 خطوة. فإحنا نحث المستمعين أن يضمون المشي في نمط حياتهم. نقدر نقول حتى لو بديتوا 5000 خطوة كهدف تبلغونه خلال اليوم، وكلنا الحين عندنا ساعات ذكية نلبسها في يدينا ونقدر نحسب الخطوات، وبالعكس كل ما حسبنا الخطوات وكل ما شاركنا البرنامج مع أهالينا ممكن أن نحن يعني نشجع أكثر. أكيد الحين الوقت رطوبة وحر، بس الجو قاعد يعتدل. أحث نفسي وأحثكم أعزائي المستمعين أن نحاول نمشي لو نص ساعة في اليوم، فهذا له تأثير كبير على صحتنا. وعودناكم في برنامجنا دائما نبدأ صباحنا مع فقرة السوشيال ميديا اللي ما نستغنى عنها، واللي تكون فيها معانا زميلتنا أسماء الجناحي تقول لنا آخر الأخبار الصحية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور السرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي.
صبحت الله بالنور والسرور. أسمى، شو عندك من أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حابة تشاركينا فيها؟ قبل ما نبدأ أحب أهني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على إتمام 15 عاما ميمونة في رئاسة المجلس التنفيذي لحكومة دبي. أول شيء ببدأ فيه. ثاني شيء نحب نبدأ بالخدمات الموجودة في هيئة الصحة واللي تم نشر معلومات عنها في قنوات التواصل الاجتماعي. واحد، تمديد ساعات العمل في مركز فحص كوفيد 19 من المركبة. المركز الحين يقدم خدماته من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء. نحب نأكد أيضا أن مجلس فحص مركز مجلس الجميرة أنه حاليا لا يقدم فحص البي سي آر. الخدمات تم تمديد ساعات العمل في مركز نادي نصر للفحص من المركبة. هذا الخبر الأول. الثاني واللي بنقولها شكلنا كل يوم لين ليوم الأحد، المدخل الرئيسي. نحب ننوه لجمهور المتعاملين الكرام بأن اعتبارا من تاريخ 12 سبتمبر سيتم إغلاق المدخل الرئيسي لمستشفى دبي للتطوير. المركز وفي مراكز وفي بوابات راح تكون ثانية، يعني بديلة ممكن هم يستخدمونها، لكن المدخل الرئيسي بيكون مغلق أعمال التطوير وبيكون في تغيير شامل إن شاء الله. نترى من يعني ما حطينا وايد صور عن المكان، لكن إن شاء الله راح يحبونه أول ما يخلص المشروع. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي للفحص من البي سي آر والتطعيم هي من خلال مواعيد المسبقة. يمكن نأخذ الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA أو من خلال خدمة الواتساب 8342. خدمات البي سي آر اللي من دون موعد هي فقط اللي موجودة في مراكز التسوق واللي فيها اللي تكون هي في ستاند، أما المراكز الصحية جميعها من خلال المواعيد المسبقة. بالنسبة لفحص الأطفال اللي هو عن طريق اللعاب متوفر فقط في المراكز الصحية اللي توفر خدمة البي سي آر. دائما نحن موجودين نعطيكم آخر الأبديت والإحداثيات اللي موجودة في الصحة من خلال البرنامج. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، أتمنى لك يوم جميل وموفق إن شاء الله. مثل ما ذكرت أسماء الجناحي، أسماء دائما تعطيكم آخر التطورات الموجودة على السوشيال ميديا، لأن نحن في مواقع التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي ننشر لكم آخر أخبارنا ونحاول دائما نحسن من جودة خدماتنا، لأن ما نبغى المتعاملين مثلا يوصلون لمستشفى دبي ويلقون مثلا الباب مسكر ويعني يتبهدلون ليوصلون. فإحنا نقولهم أن المدخل الرئيسي لمستشفى دبي مغلق للتطوير اعتبارا من 12 سبتمبر اللي هو يوم الأحد، ويمكنكم كذلك استخدام المداخل البديلة. نحن دائما في هيئة الصحة نسعى أن نقدم لكم الأفضل في إغلاق هذا الباب خلف تطوير جميل جدا إن شاء الله، ولكن عندكم مداخل بديلة. نتمنى لكم دائما الصحة، ونتمنى لكم دائما أن تكونون يعني تكون خدمة العملاء عندنا في هيئة الصحة في دبي تكونوا راضين عنها. نستقبل طبعا اقتراحاتكم، شكاويكم لا سمح الله، ملاحظاتكم على رقم 4006، ويمكنكم أيضا التواصل معنا على 6005514114. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل إعلاني قصير وبنرجع مع فقرة التغذية اللي تحت عنوان الزعفران وعلاقته بالصحة النفسية. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي، مستكملين فقرات برنامجنا اليوم ومع فقرة التغذية. وحديثنا اليوم بيكون عن الزعفران. مثل ما نعرف الزعفران له قيمة غذائية وصحية عالية المستوى، ولكن اليوم بنعرف أيضا قيمة جديدة للزعفران بتحدثنا عنها الأستاذة نجلة درويش اختصاصي التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نجلة. صباحكم نور وسرور والجميع المستمعين الكرام. أهلا فيك. وطبعا نحن اليوم حبينا نعرف تعرفينا عن الزعفران شوي، أكيد كل الناس يعرفونه بس حين نبغى نعرفه من وجهة نظرك أنت.
هذا الذهب الأحمر. والموضوع اليوم حبيت أطرحه الخميس، لأنه الخميس يا سادة وحلو تحضرونه باكر حق التجمعات العائلية والأشياء اللي تستفيدون منها حتى في المشروبات. فالزعفراني من النباتات العطرية الزكية، ريحتها يعني حلوة وتعطي نكهة طيبة على الأكل، لكن يستخلصونه من خلال يعني تجفيف المياسم، مياسم الزهور يعني اللي هي زهور الزعفران نفسها. وطبعا دائما الصيامين يحطونه في يعني مثل اواني او مثل ما نقول علب مغلقه، عشان الزعفران ما يفقد قيمته لانها يعني رائحتها طياره وتفقد قيمتها. فلو تكون يعني في اشياء مسكره نحافظ على هذا الذهب الاحمر. نعم، انت يوم تقولي لي ذهب الاحمر اتذكر يوم سايره اشتري زعفران، يعني هل كبر صغير وسعره، اقول يا ربي ليش شي يعني إيه؟ يمكن اللي يجهل في هذا الشيء يمكن يستغرب انه يعني ليش سعره غالي صدق، يعني من اغلى التوابل، يعني لان نظرا لقيمتها الغذائيه ونظرا يعني لطريقه استخلاصها وكيف الحفاظ عليها، ففعلا يعني سعرها باهظ لقيمتها اللي فيها. نعم، فحين اذا انت ذكرتي القيمه الغذائيه خلينا نعرف المستمعين على القيمه الغذائيه الزعفران. انا الصراحه يعني بقول لك يعني انا في البيت عندي مشكلة، أبو العيال يحب الزعفران وايد وبتشوفين الشاي لازم ممزور زعفران، أنا أحس دايما أنه حالاته شي يعني بس يكون نكهة، فإذا هو له قيمة غذائية يمكن أراجع نفسي وأضيفه بكمية أكبر، فحثين أكثر شو هي القيمة الغذائية الموجودة في الزعفران؟ معظم يعني أو أغلب الناس بس يسمحون اسم الزعفران يعني كي وناسة، حتى لما تنحط بالقهوة يعني أو يعطي لون، لها قيمة غذائية من حيث أنها هي تحتوي على مضادات، أنا بذكر أبرزها صراحة لأن لها وايد فوائد. تحتوي على مضادات أكسدة، هذه المضادات تكافح السرطانات من حيث أنها تطرد الجذور الحرة بالجسم. طبعا نحن نتكلم عن طرق وقائية أو فائدتها الغذائية، في نفس الوقت بعد هي مضادة للتشنجات، تعالج الاكتئاب والأرق، تساعد على تنظيم السكر، يعني تساعد على امتصاص الكالسيوم بنظرا لاحتوائها على البوتاسيوم والفيتامين فيتامين باء، كذلك يحتوي على حديد. طبعا نحن نتكلم عن نسب بسيطة، هذه القيم اللي موجودة والمغذيات اللي موجودة في الزعفران، هاي نحن نتكلم عن تقريبا 100 جرام تقريبا لكل منها كم يحتوي، لكن نحن دائما آمنة نقول يعني نستهلكها بكميات بسيطة، يعني ما نحط نحن مثلا كميات كبيرة، يعني نتكلم عن فوائدها بس نحاول ما نستهلكها بعد كثرة. نعم، يعني أستاذة نجدة هل تقدرين تفيديني إحنا كيف نعرف إن مثلا أنا هل أعرف هذا الزعفران أصلي وغير أصلي، كيف أقدر أعرف عشان إذا في له قيمة غذائية أكيد بيكون الشيء الأصلي هو الأفضل، فشو تحسين هل في أشياء مثلا ممكن يكون الغير أصلي مضر ولا لا؟ نعم، لأن شوفي آمنة هم الحين طبعا نظرا لثمنها الباهظ والناس يعني يشوفونه فعلا السعر غالي، فقاموا مثلا يسوون على شكل مساحيق أو ألوان بس يعطي لون، لكن هذا لا مش أصلي، ما راح يكون أصلي لأنه فقد قيمته الغذائية، فقد يعني أثناء الإجراءات هذه اللي قاعدين يسوونها في يعني يخلونه مثلا كصبغة أو كبودرة. فنحن دائما لما ننتقي اللي هي الشعيرات نفسها اللي تكون في علب يعني مغلقة الإحكام، هذه ونستفسر مصادرها يعني من أي بلد تكون أو وين بالضبط عشان نعرف هل هي فعلا أصلية ولا لا. بس على الأغلب معظم الزعفران اللي ينحط وأول ما نشوف سعره نعرف أنه أصلي، بس نبتعد عن نشتري مثلا المساحيق، الألوان، الاسبري، الطيار مثلا اللي بس كيعطينا لون وما نستفيد حتى من قيمته الغذائية. نعم، إذا بنقول الفوائد الصحية للزعفران مثل ما ذكرتي فوائده كثيرة، فهل هناك يعني أنا يعني شدني الموضوع اللي اخترتي اللي هي فوائد الصحية للزعفران وعلاقته بالصحة النفسية، يعني هل ممكن يكون في علاقة بين الزعفران والصحة النفسية ولا بشكل عام كل أنواع الشاي ممكن أنها تأثر على الحالة المزاجية، فشو نقدر نقول هل الزعفران مثلا فائدة أكثر من ناحية الصحة النفسية عن باقي أنواع الشاي؟ فعلا نحن حبيت أركز اليوم موضوع الزعفران عن علاقته بالصحة النفسية، لأن في بعض العلماء قاموا بتجربة
واختبار الزعفران وقارنوه بادويه الادويه اللي هي المضاده للاكتئاب. طبعا شو لقوا يا آمنة مقارنه بهذا الدواء؟ حصلوا ان كل من الزعفران والدواء هذا يعالج الاكتئاب، لكن شو الميزه؟ ان بالزعفران ما راح يكون في اثار جانبيه او بعض الاعراض او الاثار اللي ممكن تنتج من خلال الادويه لانها طبعا كيميائيه، لكن الزعفران بطبيعته طبيعي ففعلا هو مضاد للاكتئاب. هذه وحده. من ناحيه ثانيه طبعا هاي بعض الابحاث اللي جروها على الزعفران، عندك من شم الزعفران، لان يعني لاحظوا في بعض الفئه اللي هم شموا الزعفران خلال 20 دقيقه تحسنت عندهم الحاله المزاجيه، انخفض عندهم مستويات التوتر والقلق، ولقوا انه يعني اذا تناول الزعفران يعني يساعد على تعديل المزاج، يقلل الاكتئاب، يحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم، فيتامينات ب، بالتالي هذا يحسن الحاله المزاجيه ويزيد من ضخ الدم للدماغ، ومثل ما ذكرنا خلال الاسبوع عن هرمون السعاده. نعم. الزعفران كذلك من المواد اللي فعلا تزيد من انتاج هرمون السعاده، او مثل ما قلنا الهرمون اللي نحن خصيناه بالذات السيروتونين، يعني مو بالاكلات نحن بناكلها بيطلع لنا هذا، يعني هي عباره عن احتواها لهذا الهرمون مثل ما وضحنا، لا، لكن الزعفران يساعد على تحفيز انتاج هذا الهرمون بالجسم. نعم طبعا استاذه نجله، يعني صراحه وانت تتكلمين هالاسبوع كله عن السعاده وهرمون السعاده والحين الزعفران، يعني واليوم الخميس المفروض المستمعين ونحن نكون عايشين في هذا الجو السعيد، دخلتيني في مود السعاده الصراحه، جزاك الله خير، لانه يعني الحديث عن هاي المواضيع يجعل الانسان يسعى، يعني كل منا يمر بضغوط وتوترات ومدارس وغير ضغط مثلا نقول العمل، فنحاول ان نحن نقول ليش ما نبحث عن بدائل للأدوية، ليش ما نبحث عن بدائل تجعلنا يمكن أشياء طبيعية تخلينا أسعد. بس يعني لفتتني هاي حركة شم الزعفران، يعني اليوم إذا سويت هالحركة ما حد يقول عني مينونة، إذا خواتي يسمعوني لا أنا ترى بشم اليوم الزعفران لمدة 20 دقيقة، وأتمنى أستحضر الطاقة الإيجابية والسعادة. فيعني ويساعد على الاسترخاء آمنة، يعني هو تناول الزعفران يساعد على الاسترخاء، يهدي الاعصاب، سهل تحضيره، يعني هذا هل يبى اسالك عنه، هل في طرق معينه لاستخدام الزعفران تنصحين المتابعين ان يعني يستخدمون هاي الطريقه؟ اول شيء بذكر لكم عن الجرعات المسموحه، يعني صح انا ذكرت لكم عن الفوائد ويساعد على الاسترخاء، خاصه بعد يساعد على النوم، لان في ناس ممكن تعاني ما نام هالفتره. طبعا استاذه نجلة الصراحه يعني سؤال من احد المستمعين يقول لنا سمعنا ان الزعفران يضر القلب، شو تقولي له؟ كثرتها، يعني انا لما اتكلم عن الزعفران اتكلم عن شعيرات، حب من 5 إلى 8 شعيرات استهلاكي باليوم. انا استفيد من المستخلص نفسه بحيث اني مثلا انقع بالمشروب، استفيد من اللون هذا اللي يطلع، القيمه الغذائيه، لكن الاضرار اللي يذكرونها هذه لما تتجاوز جرامات، انا اتكلم عن ملي جرام، يعني شعيرات صغيره، يعني هذا بعد يعني غالي الثمن، نستهلكه بكميات بسيطه مو عشان سعره، لا، لانه بعد يعني الكثار منه مضر. اي مواد طبيعيه يعني بشكل عام، اي شيء يزيد يعني عن استهلاكه ولا هذا ممكن يعني يجلب الشيء ويكون بالعكس يكون له مضر اكثر. فانا ما راح يعني اخذ جرامات مثلا تجاوز 20 الى 30 جرام، لا سمح الله اقول لك مضر جدا بصحه الانسان، لكن انا اتكلم عن ملي جرام اللي هو من حوالي 5 إلى 8 شعيرات في اليوم، وهذه جدا كافية أخذها يوميا. نعم، يعني شيء بسيط، كل شيء بالاعتدال ممكن أنه يكون يعني أي شيء كثرته تضر صحة الإنسان، وكذلك حتى المواد الطبيعية سبحان الله، يعني مش بس الأشياء المش صحية أو هذه، حتى المواد الطبيعية كثرتها ممكن أنها المواد الثانية كثرة استهلاكها بعد ممكن يضر الزنجبيل،
يعني هذا بشكل عام. فنحن ناخذ دائما الاشياء بالاعتدال ونعرف الجرعات المسموحه اللي ممكن ناخذها خلال اليوم. نعم استاذه نتفه يعني قبل قبل ما نختم الفقره حبينا ايضا نرجع للموضوع اللي قلتي لنا كيف ممكن نستخدم الزعفران في طريقه استخدام. مثلا شجعين مستمعينا اليوم يوم الخميس يسوون هاي الطريقه ونتبنى لهم يعني يستشعرون هذه السعاده والطاقه الايجابيه. طبعا انا بتكلم عن الاشياء المتداوله عندنا هنا يعني بشكل عام الزعفران دائما ينحط على يعني ينحط مثلا في القهوه. فنحن مثلا انتقي طبعا الزعفران الطازج يوم بي احضر قهوتي ممكن احطها يعني احط شعيرات منها بالدله. هذه هاي طريقه استخدام انتقي منها الطازج مثل ما ذكرنا في البدايه. نحطها مثلا عند تحضير العيش بشكل عام عيش بالزعفران. المشروبات الساخنه ممكن كوب حليب دافي مثلا قبل النوم ويا شويه زعفران مثلا شعيرات هذه كذلك تساعدني على الاسترخاء. اضافتها للاكل يعني هاي الكميات البسيطه وبعض الاكلات اللي متعارفه والمشروبات هذا بحد ذاتها انا خلاص خدت فايدتي وخدت اللي احتاجه منها الزعفران. وغير هذا يعني مثل ما ذكرنا فوائد عديده وحبيت اركز اليوم على الصحه النفسيه اكثر شيء يعني. نعم فطبعا كانت يعني كان الموضوع اليوم شيق وكان وقته في وقته المناسب يوم الخميس. فنتمنى طبعا من أعزائي المستمعين أن يكونون دائما سعيدين ودائما بهاي الطاقة الحلوة اللي تبدين فيها برنامج صحة وسعادة. أستاذة نجلة درويش اختصاصي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي شاكرين لك مواضيعك الحلوة وشاكرين لك تواجدك معنا اليوم. شكرا لك أستاذة نجلة. كل الشكر لك ما شاء الله ونهايه يعني واجازه سعيده نقول نهايه اسبوع ان شاء الله سعيده للجميع ان شاء الله يا رب. طبعا اعزائي المستمعين مع فقره فوائد الزعفران واثره على الصحه النفسيه بنطلع معاكم في فاصل إعلاني بسيط وبنرجع لكم مع اكسبو 2020 مع الاستاذ محمد المازمي. تابعونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414 ولرسائل النصية 4006. طبعا نستقبل كل اقتراحاتكم وشكاويكم وكل ملاحظاتكم على هذا الرقم 4006 ونوعدكم إن شاء الله بأن نكون دائما عند حسن ظنكم ونستجيب لجميع تساؤلاتكم في برنامج صحة وسعادة. طبعا تبقى 21 يوم على انطلاق الحدث العالمي الكبير والمهم إكسبو 2020 الذي تستضيفه وتنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي. في غضون ذلك وعلى أرض الواقع تجرى الآن التحضيرات النهائية لاستقبال ملايين المشاركين والرواد والزائرين من مختلف قارات العالم لهذا الحدث المهم. ومن بين هذه التحضيرات ما يتعلق بالجانب الصحي والطبي الذي سيتحدث عنه اليوم ضيف برنامجنا الأستاذ محمد المازمي نائب شؤون الصحة والسلامة في إكسبو 2020. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أختي وأشكركم على الاستضافة. احنا سعيدين لاستضافتك أستاذ محمد المازمي. نعرف أن العمل لديكم الآن على قدم وساق وأنتوا يعني في ظل يعني أن باقي 21 يوم. حابين طبعا نشكرك أنك سمحت لنا وعطيتنا شوي من وقتك تحدثنا فيه عن هذه الاستعدادات. طبعا في ظل وجود كوفيد 19 نبغى نعرف منك أستاذ محمد المازمي ونبي أيضا المستمعين يعرفون شو هي الاحتياطات اللي يتخذها إكسبو 2020 لتحقيق الصحة والسلامة في موقع إكسبو. طبعا مثل ما تعرفين تعد الصحة والسلامة ورفاهية كل شخص سواء كان موظف أو زائر لإكسبو 2020 على رأس أولوياتنا.
وطبعا حنراقب المستجدات على المستوى المحلي أو العالمي، وإجراءاتنا دائما تتماشى مع آخر توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص. بناء عليه قمنا بتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية في موقع إكسبو 2020 لسلامة الزوار، وتشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال وليس الحصر مطالبة الزوار بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، مراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين بين كل زائر، تنظيف وتعقيم جميع الأماكن بانتظام وخاصة الأماكن التي يكثر عليها تردد، توفير محطات التعقيم اليدوي في كل أرجاء الموقع، توفير المرافق الطبية اللازمة وكوادر مختصة من قبل هيئة الصحة في دبي ومؤسسة الصحة دبي للتعامل مع أي حالات طبية محتملة، وقد تم تطعيم جميع العاملين في موقع إكسبو ضمانا لسلامتهم وسلامة ملايين الزوار الذين يأتون إلينا من جميع أنحاء العالم، ومتابعة مستمرة لجميع الشركات العاملة في موقع إكسبو خلال الحدث لتأكيد حصول جميع عملتها على اللقاح. وطبعا مثل ما ذكرت في البداية إكسبو 2020 دائما يتبع إرشادات هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا منظمة الصحة العالمية. نعم، يعني نقدر نقول أنتم جاهزين بجميع الاحتياطات وبجميع نعم. الإجراءات لضمان طبعا سلامة وصحة زوار إكسبو. فطبعا أستاذ محمد نبغى نعرف أيضا، يمكن في أحد من المستمعين يتساءل، هل الحصول على التطعيم ضروري لزوار إكسبو 2020؟ لا شك نحن في إكسبو نشجع التطعيم مثل توجه الدولة، وموضوع شرط حصول الزوار على اللقاح وفحص بي سي آر قيد الدراسة الآن. نعم. أما بالنسبة لفحص درجة الحرارة وحسب آخر إرشادات هيئة الصحة في دبي لن يتم إجراء فحص درجة حرارة الزوار مثل ما تعرفين أو القوى العامة التي تدخل الموقع، لأن في النهاية إجراءاتنا في إكسبو 2020 تتفق مع إرشادات هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنظمة الصحة العالمية. نعم. إجراءات الصحة والسلامة في إكسبو على سبيل المثال وليس الحصر، لبس الكمامة، أنظمة التباعد الاجتماعي ومحطات تعقيم الأيدي والتنظيف المتكرر، تعقيم الموقع وإلى آخره. وكما نعلم جميعا نجاح دبي في إعادة فتح أبوابها للزوار من جميع أنحاء العالم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد الآن الدولة الأكثر تطعيما في العالم، حيث تواصل إحراز تقدم ممتاز بعد أكثر من 17 مليون جرعة لقاح تم إعطائها للسكان، أي ما يقارب حوالي 90% من السكان، وهذا طبعا آخر إحصائيات أغسطس 2021. نعم أستاذ عبد الله، هل هناك ستكون تسهيلات لاختبارات بي سي آر؟ بما أننا نحن نتوقع حشود ضخمة، فهل سيكون هناك تسهيلات؟ هل سيكون يتطلب اختبار بي سي آر؟ كما ذكرت يعني أنت في البداية أن هناك يعني الحصول على التطعيم وفحص البي سي آر هذه مواضيع ما زلتم يعني تدرسونها، فهل إذا سمحتوا بوجود بي سي آر هل سيكون هناك تسهيلات مثلا عند البوابات في أماكن معينة في إكسبو؟ سيكون هناك تسهيلات لفحوصات البي سي آر؟ نعم، تتوافر 3 مراكز الاختبارات بي سي آر السريع في الموقع تحت إشراف هيئة الصحة في دبي، وتظهر نتيجة خلال ربع ساعة فقط لفحص حالات المشتبه بها بين الزوار وعاملين وعارضين في موقع إكسبو 2020 جميعا. وهناك أيضا خيمة خارج أسوار إكسبو للفحص الروتيني، بالإضافة إلى خدمة الفحص من داخل السيارة من خلال 5 حارات أو مسارات، ولكل حارة 6 نقاط فحص، أي مجموعة 30 سيارة في وقت واحد، ويبلغ استيعاب هذا المركز حوالي 10,000 فحص في اليوم الواحد. نعم، فإذا طبعا أخوي محمد إحنا في دبي دائما نسعى لأفضل التقنيات الحديثة وأفضل يعني دائما شفنا نحن في الأشياء الرقمية في الأشياء التكنولوجية، في هذه الأشياء دائما نحاول نكون في المقدمة، ففي إكسبو 2020 في هذا الحدث الضخم كيف بتستخدم دبي التكنولوجيا لضمان سلامة الزوار؟ في الحقيقة بالإضافة لإجراءات التباعد الاجتماعي اللي ذكرته، سيعمل نظام الانتظار الذكي في إكسبو 2020 على إصدار التذاكر وإدارة قائمة الانتظار وتقليل أوقات الانتظار، وستستخدم فرق التكنولوجيا وإصدار التذاكر في إكسبو هذا النظام في أجنحة المواضيع الرئيسية وهي الفرص والتنقل والاستدامة، بالإضافة إلى أجنحة الدول التي تختار هذه الخدمة. طبعا على غرار المسار السريع الموجود في المنتزهات الترفيهية، يوفر النظام للضيوف إمكانية حجز وقت محدد وتاريخ محدد لزيارة كل جناح حتى نتفادى الزحمة وتكدس الزوار، وهذا طبعا دون الحاجة إلى انتظار في طوابير طويلة.
نعم، فإحنا إذا قلنا أن التكنولوجيا هني ساعدت في ضمان سلامة الزوار، إذا تم لا سمح الله تحديد حالات إيجابية، كيف سيتم التعامل مع هذا الموقف في إكسبو؟ في هذه الحالة لا سمح الله إذا كانت الحالة إيجابية، طبعا في هناك بروتوكول محدد سلفن، سيتم إبلاغ غرفة عمليات إكسبو الخاصة بالكوفيد 19 والذي بدورها تبلغ غرفة عمليات كوفيد كوماند سنتر أو ما يسمى C3 في دبي، هو CCC، وهي غرفة عمليات خاصة بالسيطرة على كوفيد 19 في إمارة دبي، والتي بدورها طبعا تقوم بالتواصل مع المصاب وتقرر الخطوات التالية حسب الحالة. مثلا إذا كانت الحالة مستقرة مع أعراض خفيفة أو بدون أعراض، فيطلب من الشخص الذهاب إلى منزله أو فندقه للعزل الذاتي، وإذا ما كان له مثلا سكن مناسب للعزل فيتم تحويله إلى أحد مراكز العزل المعتمدة في الدولة أو في دبي، وتستمر فترة العزل لمدة 10 أيام حسب البروتوكول، بعدها يعود إلى حياته الطبيعية، لكن إذا مر عليه آخر 3 أيام بدون أعراض. أما في حالات التي تصاحبها أعراض شديدة أو شخص كان كبير في السن أو شخص يعاني من أمراض مزمنة، فيتم تحويله إلى أحد مراكز تقييم كوفيد 19 في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، طبعا عن طريق مؤسسة إسعاف دبي ليكون تحت العلاج والمراقبة الطبية. وإذا كانت نتيجة فحص شخص ما سلبية لكن عنده أعراض شديدة، فيتم التعامل مع الحالة هذه كمشتبه فيها ويطلب منه الذهاب إلى مقر سكنه ويتم إعادة فحصه خلال 48 ساعة للتأكيد من أنه خال من المرض. نعم طبعا أستاذ محمد، هل هناك كلمة أخيرة حابة توجهها في هذا المجال، مجال الصحة والسلامة، وطمأنت الجمهور بأن إكسبو دبي 2020 سيكون طبعا على قدر عالي من الصحة والسلامة؟ طبعا احنا نستخدم في إكسبو 2020 أو نطبق معايير عالية من الصحة والسلامة ورفاهية العمال، وإجراءاتنا طبعا تتماشى مع إجراءات الممارسة العامة دوليا. وأطمن الجمهور والزوار إكسبو 2020 أنهم في أيدي أمينة إن شاء الله كما ذكرتي بعد 21 يوم. وفي الختام أحب أن أشكركم مرة أخرى وأشكر إذاعة نور دبي على هذا اللقاء، وعسى الله يوفقنا في تقديم إكسبو استثنائي للعالم بعد 21 يوم إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ محمد المازمي نائب رئيس شؤون الصحة والسلامة في إكسبو 2020، نشكركم على هذه الجهود المبذولة ونتمنى أن نلتقي بكم قريبا إن شاء الله في موقع إكسبو، على أمل أن إن شاء الله سيكون هذا الحدث العالمي الكبير حدث استثنائي تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل وجود أشخاص مثلكم يسعون إلى ارتقاء المنظومة الصحية في إكسبو 2020. شكرا لك أستاذ محمد المازمي. شكرا جزيلا، ما قصرت. شكرا لك. طبعا أعزائي المستمعين، كان الحديث مع الأخ محمد المازمي حديث يطمئن الجمهور ونخبره بأننا نحن مستعدين لهذا الحدث العالمي، وعلى أتم الاستعداد مع المحافظة على صحة وسلامة طبعا زوار مدينة دبي. والحين أعزائي المستمعين بنستضيف معنا الأستاذة الدكتورة عاشة البسطي، أخصائي أول طب أسرة، المدير الطبي لمركز المطار الصحي في هذا البرنامج. في ختام البرنامج بنستضيفها معنا. صباح الخير دكتورة عاشة. صباح النور والسرور، هلا أمل. أهلا فيك. صراحة يعني دكتورة مكانك خالي اليوم، أنا قلت لازم أجيبك عشان تختمين حلقة الخميس إن شاء الله. شكرا للاستضافة اليوم وانضمامنا لكم مرة ثانية للبرنامج. طبعا البرنامج المواد اللي تنعرض فيه تفيد كل فئات المجتمع وتغطي كل تغطي الأشياء الصحية والطبية كذلك اللي تهم المجتمع. فأما البارحة نحن تكلمنا وجتنا أسئلة كثيرة صراحة بخصوص التطعيم، وخاصة لفئات معينة مثل فئات الأطفال، فئات الحوامل. فالبارحة كان هذا اهتمام الناس اللي لاحظناه خلال برنامجنا. نعم صحيح، لأن جتنا استفسارات كثيرة وكان ضيق الوقت دكتورة ما سمح لنا يمكن أن نحن نرد على كافة الاستفسارات. فاليوم قلنا نرد نستضيفك بأن أنا لأني أنا أحس أن الناس يحبونك، إحساسي يقول لأنهم يحبونك ارتاحوا لك ثم يسألونك كل الأسئلة. فاليوم نبي نعرف منك أجوبة هذه الأسئلة دكتورة.
نحن جاوبنا البارحة بخصوص السيدة الحامل اللي خذت الجرعة الأولى وبعدين اكتشفت أنها حامل. في يمكن حريم كثار إقبال يعني حاطين إقبالهم فترة الحمل في تطعيمات ما يقدرون يأخذونها وهذا صحيح. بس بالنسبة للتطعيمات خاصة الفايزر خلال فترة الحمل تقدر الحامل تأخذها بس من بعد ما تخلص شهرها الثالث، يعني تخلص الفيرست تريمستر اللي عندنا بلغتنا الطبية أنها تكون كملت 3 شهور من بداية الحمل. بعدين نفس ما ذكرت البارحة يسوى لها تقييم شامل عن طريق طبيبها، طبيب الأسرة أو طبيبتها النسائية، وعلى أساس هذا التقييم تأخذ التطعيم خلال هذه الفترة. بالنسبة للأطفال كذلك، الأطفال نقدر نعطيهم الفايزر من سن 12 سنة فما فوق. في حالات معينة بتلاحظين أن نسأل طبيب المختص شو خبرنا، مب أن القصة أن ما نقدر نعطي التاريخ المرضي جدا مهم بالنسبة لأي حالة تيني أنا كطبيب. من ناحية الحالات العامة نقدر نعطي التطعيم جميع الحالات، بس في حالات معينة نعطيهم بس بمحاذير معينة بأشياء معينة. فيمكن ناس كثيرة تستغرب ليش تحتاجون أني أرجع لطبيبي المختص أو هو يعطيني آخذ التطعيم ولا لا. التاريخ المرضي مثل ما ذكرت جدا مهم، لأن الطبيب الأخصائي اللي يتابع الحالة يكون عارف المريض من فترات بعيد، فترات طويلة، عارف الأدوية اللي المريض قاعد ياخذها. إلا في حالات معينة إذا الأشخاص نفسهم كانت عندهم تقارير طبية تشرح كامل حالتهم أو تاريخهم المرضي كامل. نعم طبعا دكتورة، نحن عفوا في بداية البرنامج يعني بداية الحلقات هذا الأسبوع ذكرت الدكتورة ندى الملا موضوع أن الإنس يعني دائما نحاول أن نحن يكون يعني عندنا مراجعة في مكان واحد يحفظ لنا التاريخ الطبي لنا عشان هذه المواضيع. شفتي موضوع التطعيم المواضيع الأخرى، إذا أنت تراجعين مثلا تودين ولدك كل يوم عند دكتور وكل يوم عند استشارة في مكان وكل يوم عندها، كيف يوم الحين تبين المعلومة الطبية الصحيحة ما بيكون عندك تاريخ مرضي كامل لهذا الطفل. فنفضل طبعا دكتورة إذا كان في هيئة الصحة في دبي فإحنا عندنا أنظمة الحمد لله مثل نظام سلامة اللي هو في تاريخك كامل كل الأعراض وكل مثلا الأمراض اللي في الإنسان لا سمح الله. فهذه بعد معلومة دكتورة ممكن أنت توجهينها بصفة شو رايك في هذا الموضوع، موضوع التاريخ الطبي ومراجعة طبيب معين. صحيح، لأن هالشيء جدا مهم خاصة في تخصصنا الطبي. مرات أقول لك نحن نشخص بس من تاريخ مرضي، الشخص قال بدون حتى تحاليل بدون أشعة يقول لك القصة من البداية للنهاية فتعرفين التشخيص. هذا دليل على أهمية التشخيص التاريخ المرضي. في ناس يمكن تقول لك سألتوني وايد وايد تتعمقون بس ليش أساس نعرف التشخيص هذا شو بالضبط. ونفس ما ذكرتي نظام سلامة هيئة الصحة في دبي الجميل فيه أنه يغطي كل التخصصات. نعم يعني دكتورة الحين الأسئلة ما تنسأل هاي اللي أنت تقولين الأسئلة اللي تنسأل للمريض بشكل دقيق، الحين يوم نروح المستشفى ما يسألوننا كل هاي الأسئلة لأن أنت تصدمين الدكتورة هي تقولك في هالسنة أنت استوالك كذا كذا، في هالسنة كان عندك مثلا عملية الفلانية. فطبعا لأن هذا بفضل طبعا التقنيات الحديثة بفضل نظام سلامة. صحيح، لأني أفتح يدخل عندي المريض أفتح على اسمه كل الأدوية كل التحاليل اللي سواها الأشعة التاريخ المرضي يكون مسجل عندي ويتابع في أي يعني عند أي أخصائي كذلك كله مسجل يكون عندي. فالتاريخ المرضي بالنسبة لأي مريض يعني بالعكس يعني يخدم الطبيب، وأهم شيء في يعني بداية التشخيص الله يعتمد عليه اللي هو تاريخه المرضي. بالنسبة للتطعيمات كذلك الحين شهدنا الحمد لله انخفاض في عدد الحالات لكورونا، وهذا يعكس على التطعيم وفايدته وأهميته ويعني خلال هذه الفترة. حتى الحالات اللي تكون مصابة الإصابات الحمد لله تكون على أخف. نفس ما ذكرنا البارحة يمكن في أشخاص تقول لك أنا حتى التطعيم منصب كذلك بس الأعراض اللي حسيتي فيها الأعراض تكون جدا خفيفة وبسيطة ما أقارنها بالأشخاص اللي ما أخذوا التطعيم.
نعم طبعا أستاذة عاشة البسطي، يعني هذه المعلومات اللي ذكرتيها معلومات مهمة للأشخاص اللي حابين أنهم يطعمون أطفالهم، بس الناس العاديين يعني دكتورة اللي ما عندهم يعني مثلا يعني مثل ما نقول تاريخ مرضي، أو طفل الحمد لله طبيعي، هل أيضا هذا الطفل يحتاج أنه يراجع الطبيب قبل ما يأخذ التطعيم؟ يأخذ الموعد ويأخذ يعني خلال التطعيم أو خلال قبل ما نعطي التطعيم في تقييم بسيط، حتى لو ما كان بوجود الطبيب بس في تقييم بسيط نعمله لكل شخص يأخذ التطعيم. أسئلة بسيطة، بس هذه الأسئلة لها مدلولات طبية وأساسية ومهمة كذلك قبل ما يأخذ التطعيم، أساس أي شخص كذلك ما يتخوف ويقول لا بأخذ التطعيم وأنا يمكن أحسس منه أو أتعب منه أو ما يناسبني. بالعكس، التطعيم قبل ما يأخذ أي شخص بس أحبون نسأل أسئلة، إذا عنده حساسية من أي دواء، إذا عنده أي مشاكل صحية، يعني في مثل assessment معين يتسوى حتى قبل، إذا الشخص خذ موعد ما بيدخل على الطبيب عشان يأخذ التطعيم، بيأخذ موعد للتطعيم على طول، بس في assessment بسيط يسويه قبل ما يأخذ التطعيم. صحيح، هذا طبعا على الكول سنتر أيضا دكتورة عاشة، إذا ذكر مستمعين بالرقم 803-42 إذا حبيتوا تاخذون التطعيم. هناك أسئلة معينة لفئات معينة بيسألكم إياه، والموضوع واضح وسهل وسلس أيضا خلال التطبيق الذكي اللي هو حتى DHA، صح، الابليكيشن DHA، يقدر الشخص وهو قاعد في أي وقت في أي مكان يقدر ياخذ الموعد. يعني الحمد لله توفر هذه الأشياء، سهلت على الناس وسهلت على الجميع أشياء كثيرة، يعني الخدمة متوفرة 24 ساعة للي حابب ياخذ المواعيد ويحددها في أي وقت هو حابب ياخذ فيه. نعم دكتورة عاشة البسطي، الحديث معك جميل ومفيد كالعادة، طبعا نشكر لك تواجدك معنا وكذلك هذه المعلومات القيمة. شكرا يا آمنة. قبل ما أنهي حديثي وياك حاب أطمن الناس بخصوص بعد التطعيم، يمكن الشخص يحس بحرارة، بألم في جسمه، في هذه الحالة لا يتخوفون من هذه الأعراض، هذه الأعراض تكون نتيجة التطعيم نفسه، فناخذ مسكن ألم، ناخذ مسكن خافض حرارة، نزيد في شرب الماء ونريح جسمنا خلال هذه الفترة، وإن شاء الله ما عليهم غير العافية. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة عاشة البسطي، أخصائي أول طب أسرة، المدير الطبي لمركز المطار الصحي، على هذا على هذه الوقت على هذا الوقت طبعا الثمين اللي منحتي لنا. شكرا لك دكتورة. في ختام حلقة برنامج صحة وسعادة نذكركم أعزائي المستمعين بالمثلث الذهبي اللي هو لبس الكمامة وترك مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين، وكذلك أعزائي المستمعين هذا كله لوقايتكم من مرض كوفيد-19. وفي نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا المبدع اللي كان معانا اليوم هذا الأسبوع، المخرج سعيد المر. شكرا لك أستاذ سعيد، وكذلك زميلتي في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الخفلي، واتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وكذلك نتمنى لكم الصحة والسعادة، وفي أمان الله. صحة وسعادة.